فوكاتشا ديالنا احنا جبدناها من الفرن باقا سخونه، طالعه كتشهي وريحه ديالها طالعه زوينه. هذا النص درت فيه يعني الجبن والحوت، يعني القمرون وشويه الصلصه ديال المطيشه. هذا درت فيه، يعني درت فيه شويه ديال الجبن ودرت فيه شويه الفلفله والزيتون، وهذا درت فيه غا البصله. والعجينه ديالها كتجي يعني كتجي هشيشه وكتجي رطبه، راه باقا سخونه. ومحمره من التحت. نتمنى ان شاء الله هذه الوصفه ديال الفوكاتشا تنال الاعجاب ديالكم وتنال رضاكم. الى عجبكم الفيديو دعموني في القناه ديالي، ما تنساوش التشجير. مرحبا بكم، كنتمنى لكم دائما الخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. البنات اليوم ان شاء الله غنديروا البيتزا ديال الفوكاتشا، بقاو معايا باش تعرفوا المقادير. كنحتاجوا الطحين على حسب يعني القياس اللي بغيتو، اما 400 غرام او على حسب الرغبه ديالكم. كنحتاجوا شويه السكر، وكنحتاجوا شويه الخميره ديال الخبز، وكنحتاجوا 3 معالق زيت الزيتون، كنحتاجوا الزعتر والملحه، وبطبيعه الحال كنحتاجوا الماء. دابا يا غناخذوا هاد المكونات، السكر مع الخميره، غادي نخلطهم مزيان. هاد البيتزا الفوكاتشا كتجي زوينه. انا غندير يعني بهاد الخبز غنديرو بزاف ديال الاشكال، بقاو معايا باش غتعرفوا ان شاء الله الطريقه. كنضيفو هنايا زيت الزيتون، بسم الله. هذه معروفه بها هنا ايطاليا بهاد الفوكاتشا، كتجي زوينه. وغنعجنوا يعني الخليط ديالنا، غنعجن هذا الشيء ومن بعد ان شاء الله ونطلق. العجينه ديالنا كنحصلوا عليها على الشكل هذا، كتكون يعني مطلوقه مزيان ومدلوكه. دابا غنخليها تخمر، قبل ما تخمر غنضيف لها شويه زيت الزيتون، ندهن لها في الوجه ونخليها تخمر واحد ساعه المكانه. من بعد ان شاء الله غنشكلها يعني غنشكلها خبزه وحده، وغنعملها في المقله اللي غتدخل للفرن. من بعد ان شاء الله ونوريكم. ندخل فيها هذا الزيت هذه. دابا غنخليها ترتاح واحد ساعه المكانه، من بعد ان شاء الله ونتلاقاو نشكلوها وندخلوها للفرن وتشوفوا كي غادي ان شاء الله. ديالنا من بعد ما خمرات ها هي كنحصلوا عليها على هذا الشكل هذا. دابا غناخذ العجينه ديالي، غناخذ العجينه ديالي من بعد ان شاء الله غنشكلها في يعني في المول اللي غيدخل الفرن، وغنخليها تخمر عاوتاني واحد ربع ساعه. من بعد ان شاء الله نطلقوا، بقاو معايا. بعد ما طلقت العجينه ديالي يعني في المول اللي غيدخل الفرن، كناخذ الاصابع ديالي وكنبقاو توركوا بحال هكايا، بحال كديروا يعني حفر. دابا غنخليها واحد ربع ساعه عاوتاني تخمر، بعد ان شاء الله وندخلها للفرن ونتلاقاو ان شاء الله. والحشوه كتبقى اختياريه، انا نص غنديرو يعني بالجبن، وهي راه اصلا كدار غير مطيشه صغيره، وكدار يعني بالبصل ولا بالفلفله، يعني ما كتكونش فيها صلصه الطماطم. انا غادي نعمل شويه من يعني واحد النص غندير فيه يعني البصل، ونص الاخر غندير فيه شويه ديال الجبن ومطيشه. بعد ان شاء الله ونوريكم الفوكاتشا ديالنا. من بعد ما طلقناها في الطاوله اللي كتدخل الفرن، عملنا لها ثقوب بالاصابع. وانا هنا عملت نص، قسمت يعني العجينه على قسمتها على الطول وقسمتها عاوتاني على العرض. هادو درت فيهم شويه ديال صلصه الطماطم يعني مطيشه، وعملت فيهم الحوت وعملت الجبن، ومن بعد عملت شويه ديال الزعتر من الفوق وزينته بالزيت البلديه. هنا عملت غير البصل بوحدو، يعني عملتو حتى نزل ومع شويه الملح والزيت. ومن بعد عملت معاه شويه الزيتون. وهنايا عملت الفلفله حمراء،
قطعتها وعملت معاها شويه ديال الحوت والزيتون والجبن. دابا غنخلي العجينه ديالي ديال الفوكاتشا غتخمر ربع ساعه اخرى، من بعد ان شاء الله غادي نخبزها في الفران وتشوفوا الشكل النهائي ديالها في الاخر كي كتجي. بقاو معايا.